مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج سواعد الافطار. يرحب الله عليكم ديال شهر رمضان الكريم. وين راح نرافقوا فيه جمعيات افطار الصائم. اليوم رانا متواجدين ببلديه برج الكيفان وبالضبط مع جمعيه المعالي اللي راح نرافقوهم في الافطار السنوي الجماعي. تابعونا. رانا الآن متواجدين مع رئيس الجمعية اللي راح يتكلم لنا على هذا الإفطار السنوي. نعم، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. احنا تعودنا في كل سنة من رمضان أن ننظم إفطارا سنويا يحضر فيه يعني أبناء الجمعية والمتعاونين مع الجمعية والمشرفين على المشاريع الدعوية والتربوية لجمعية المعالي للعلوم والتربية، ويترافق مع هذا الإفطار أكيد ندوة. مثل هذه السنة اخترنا موضوع رمضان والقيم يجمعنا، لأن جمعية المعالي هي جمعية تهتم بالقيم، والقيم أعظم ما تتجلى في رمضان. وسيحضر معنا مشايخ وعلماء، ويحضر معنا رؤساء الجمعيات وممثلي الجمعيات المختلفة التي نتعاون معها. فرمضان طيب مبارك للجميع إن شاء الله. صدقني المنتدى هذا يوشعي تكون المواضيع التي تناقش فيها. نعم، المواضيع التي نناقشها، الموضوع الذي نناقشه اليوم هو موضوع القيم، لأن التحدي الكبير الذي يعيشه وطننا وأمتنا في هذا الزمن هو بناء منظومة القيم. ونحن في جمعية المعالي عندنا مشروع أطفال القيم، مشروع شباب القيم، مشروع البيت السعيد، إضافة إلى المشاريع الدعوية الأخرى، كلها تعمل على بناء منظومة القيم ومواجهة الأفكار الهدامة التي تعترض بالأخص شبابنا وعائلاتنا وأسرنا وأطفالنا. لذلك ينبغي أن نتعاون جميعا على أن نرسخ وأن نبني منظومة القيم. الإفطار الجماعي السنوي جمعية المعالي، وفرصة للقاء أفراد الجمعية من مختلف المكاتب الولائية المنتشرة عبر ربع الوطن، واللي يعرف حضور دكاترة وأساتذة وحتى أئمة. في تقليد سنوي يسهر المنظمون على إحيائه كل شهر رمضان. الإفطار السنوي لجمعية المعالي، والذي جعلنا منه سنة حميدة على غرار يعني بعض الجمعيات التي تقيم هذا الإفطار من أجل لم الشمل واللقاء بالأحباب، وفي بعض الأحيان يعني يلتقي البعيد والقريب ويلتقي أهل المعالي وأحباب المعالي وضيوف المعالي. عندنا تقريبا 5 سنوات، طبعا توقفنا في كوفيد بسبب الكوفيد، ولكن في كل سنة كنا نقيم هذا الإفطار. الآن تقريبا نحن في الإفطار الرابع أو الخامس، تعودنا منذ 2018 تقريبا نقيمه في العشر الأواخر من رمضان، ووجدنا فيه استحسان كبير وإجابة، واستجابة كما ترون يعني من الحضور. فيحضر معنا بعض الشيوخ والعلماء والدعاة الله سبحانه وتعالى، بعض الأساتذة الدكاترة من أهل العلم ومن أهل الفكر ومن أهل الذين يدورون في فلك المعالي. فتكون فرصة طيبة سنوية في أجواء رمضانية مباركة نلتقي فيها مع هذه الثلة المباركة من أحبابنا ومن من أساتذة. هذا إفطار سنوي، وهي عادة من العادة أن تقوم بها الجمعية من أجل أن تجمع أفرادها وتجمع ضيوفها في هذه الليالي المباركة من الليالي العشر، حتى يكون هناك نوع من التنسيق ويكون نوع من اللقاء الذي من خلاله تتلاقى الأرواح في هذا الشهر المبارك. فمن خلال هذا الجمع المبارك يكون بإذن الله تبارك وتعالى اللقاء، وتكون بعض المواعيد والجلسة وحدها فيها كثير من المواعيد والكثير من التعارف. ففي هذه العشر نستطيع أننا أن يكون شهر رمضان شهر للالتقاء وشهر تعارف. فأحد أهداف شهر رمضان
ولا واحدة من الأساسيات التي نستفيد من رمضان مثل هذه الجلسات ومثل هذه اللقاءات التي من خلالها يلتقي الإخوة، من خلالها فيتعارفون، تتعارف أسرهم، يتعارفون من خلال من عن قرب، حتى يمشون إن شاء الله بشحنة روحانية وشحنة قوية يتتمون بها إن شاء الله شهر رمضان، وأن يلمش منهم وتلتقي الولايات مع بعضها البعض، وبالموازات ربما في كل ولاية راه يقام إفطار ولائي، لكن هذا الإفطار السنوي الوطني تتلاقى الولايات حتى يكون هناك نوع من التلاحم ويكون نوع من التوافق في العمل الولاية. فعمل الجمعية عمل دائم وعمل مستمر، هذا العمل الذي يحتاج ربما إلى الكثير من الالتقاء وكثير من التوافق بين أفراد الجمعية حتى يكون العمل على أكثر نجاح إن شاء الله وإنجاز أكثر إن شاء الله. الإفطار السنوي هذا العام تميز بمرور 9 سنوات كاملة على تأسيس الجمعية، وبهذه المناسبة تم تكريم عدد من الأعضاء المؤسسين تقديرا على عملهم طيلة سنوات وكرد للجميع. وصلنا مشاهدينا نهاية عدد اليوم، ترقبونا في الأعداد المقبلة إن شاء الله. سلام.